السلام عليكم ومرحبا بالجميع. الوصفة ديالنا اليوم القرص البلديين بالزرارة، شي حاجة لي طوب وغاية في الروعة، بالعجين السائل ما غاديش نقيسو العجينة أبدا بإيدينا. وبإناء الخلط غادي نضع 250 ملل من الماء الدافئ والسكر الأسمر، اللي يمكن لكم تعوضوا بالسكر الأبيض. بالنسبة لكمية السكر ممكن تمشيو من 150 حتى 250 على حسب الحلاوة اللي بغيتو نتوما. وضف معلقة كبيرة من الخميرة المجففة، اللي يمكن لكم تعوضوها ب20 غرام من الخميرة طرية. وتنخليو هاد المكونات بعد ما خلطتهم جانبا، بين ما تفاعلت لي الخميرة شوية، في حين غادي ناخد اللطات اللي غادي نحضر فيهم هاد الخبيزات. القطر ديالهم تقريبا 20 سنتيمتر، غادي ندهنهم بالزبدة او لا بالزيت. نتوما استعملوا اللطات اللي عندكم، بغيتو الخبيزات ديالكم يجي السمك ديالهم شوية، يعني يجيو شوية غلاض، ممكن تستعملوا قطر اقل. وإلا بغيتوهم يجيكم شوية رقاقات، فيمكن لكم تستعملوا قطر أكبر. بعد ما دهنت اللاطة ديالي بالزبدة، بطنتها بورق الفرن من الأسفل. فهنا هاد الورق ديال الفرن الزبدة تتلصقو مزيان، يعني ما تبقاش يتحرك لينا. وهاد التقنية فهي جميلة بزاف، تنكونوا متيقنين بأن الخبيزة ديالنا راه ما غاديش يلصقوا أبدا بهاد اللاطة. اما بالنسبه للمحيط فغادي نغلفه بشويه ديال الدقيق. التقنيات اللي هي بسيطه، ولكن كونوا متاكدين بان النتيجه تتكون غايه في الروعه، وتتكونوا متاكدين من هاد الخطوات اللي قلت لكم. ساهلين وبساط، ولكن تتكونوا متاكدين من الخبيزات ديالكم راه ما غاديش يلصقوا لكم ابدا. بعد ما تظهر لنا فقاعات على السطح ديال الخليط، فهنا غادي نضيف البيض. غادي نستعملوا 3 البيضات. العجينه ديالنا غادي نوضعوا 2 بيضات وبياض حبه بيض، البيض بحراره المطبخ. الصفار ديال البيض الاخر غادي نحتفظ به جانبا، هو اللي غادي ندهنوا به القرص فيما بعد باش نحصلوا على داك اللون الذهبي الجميل. لهذا الخليط فعندي هنا الكيفير الطبيعي، الا ما توفرتوش عليه البنات اللي كاينين هنا في صبنيا، راه كاين متواجد في ميركادونا في البلاصه فين كاينين الياغورت. ممكن تعوضوه بالياغورت المسوس، كيف ما يمكن لكم تعوضوه فقط بالحليب. الحليب تنخرجوه من الثلاجه او اللي تيكون عندنا بحراره المطبخ، تنضيفوا عليه واحد 2 معالق تقريبا ديال الحامض، وتنخليوه جانبا حتى يروب واحد نص ساعه. خرجوه قبل الحليب وضيفوا ليه 2 معالق ديال العصير ديال الحامض، خليوه حتى يروب. من بعد عوضوا بهذا الكيفير ديالكم. كيف ممكن لكم تستعملوا اللبن الرائب، لاحظوا معايا هذا هو الكيفير اللي ما تعرفوش. ضفت واحد الكميه تقريبا ديال كوب ونصف الكوب المعياري، تقريبا 375 مللتر ديال الكيفير هي اللي ضفت. وضفت هنا 125 مللتر من الزيت. استعملوا تقدروا تعوضوا الزيت بالزبده الا بغيتوا، واحد القبصه ديال الملح. وهنا عندي الزرارع، راه فيهم الشوفان، فيهم بودور ديال الكتان، فيهم السمسم اللي هو زنجلان، الحبوب ديال اليانسون مع الشمر النافع وحبه حلاوه، فيهم الحبه السوداء، فيهم حبوب ديال الخشخاش اللي هو البافو. وغادي نستعملهم بدون تحميص. اللي باغي يستخرج النكهه اكثر، فيمكن لكم تحمصوهم واحد شويه في المقله، ما تحمروهمش بزاف، غير واحد شويه باش تاكدوا بان داك الزيوت ديالهم العطريه بدات تخرج منهم وبدات النكهه تتشموا الريحه ديالهم. ممكن تعملوهم يعني غير تحمصوهم واحد شويه وتضيفوهم. انا استعملتهم بدون تحميص كيف ما قلت لكم. وغادي نضيف في هاد الاثناء بعد ما خلطت الكل 600 غرام ديال الدقيق، يعني قياس ديال 6 الاكواب او الكيسان ديال العنبه او لا 4 الاكواب المعياريه. وضفت معلقه كبيره من خميره الحلويات البيكنج باودر، وغادي نبقى نخلط بالمعلقه او السباتيل. كيف ما قلت لكم الوصفه راه ساهله ماهله، ما تحتاجش منا شي مجهود اللي هو كثير، ودغيا كتوجد. ما تنخمروش العجينه ديالنا مباشره، غادي نقسمها على 2، نوضعها في اللاطات
فخاصة في هاد البرد وهاد النزلات اللي تنعانيو منها، راه باقا شوية مروحة الله يشافي الجميع. فهنا هاد الخبيزات كيف ما تلاحظوا فيهم الزرارة وشي حاجة اللي غزالة بزاف، حاولوا تعوضوا السكر مثلا الأبيض بالكاسوناد، أو لا يعني قلبوا على أخف الضررين، مثلا السكر الأسمر أو السكر ديال التمر أو دبس التمر، ممكن يعني تعوضوا بشي حاجة اللي تكون صحية. والآن غادي نخليهم في الفران، غندخلهم في الفران لأنه بعيد على مجرى الهواء وتكون شي مكان تكون دافئ. غادي ندخلهم الفران كما قلت لكم، غادي نخليهم حتى لمدة تقريبا ديال 30 حتى 40 دقيقة حتى يبداو يختمروا. وهنا خديت ديك الصفار ديال البيض، راهم مختامرين عندي، خديت صفار ديال حبة البيض وضفت عليه واحد جوج معالق كبار من الكيفير، خلطتهم وتنبدأ ندهن في الوجه ديال هاد الخبيزات. تندهنو غير بشوية كيف ما عارفين بأن العجين راه سائل باش ما يلتصقش ليكم بالفرشات، دهنو غير بشوية. وفي هاد الأثناء الفرن مشتعل من الأسفل على الدرجة ديال 170. تناخد واحد سكين أو موس قاطع اللي توفرتو عليه، وتنبدا نعمل واحد الفليحات فقط من الأعلى، غير باش نماركي البلاصه منين غادي نقطع هاد الكريسات فيما بعد. غادي يجوني بحال مقطعين بالسكين ولكن غير متراسين، يعني غير مرسومين. ومن بعد تنزين بالسمسم او لا اي حبوب من الاختيار ديالكم. فعملتهم على شكل هاد الخطيطات كيف ما تلاحظوا. من بعد غادي ندخلهم للطهو بالفرن كما قلت لكم، الفران راه مشتعل فقط من الاسفل على الدرجه ديال 170 ولكن الفران راه سخون. غادي ندخلهم للطهو لمده ديال 15 دقيقه، الفرن مشتعل فقط من الاسفل، من بعد تنشعلوه واحد 5 دقائق من الاعلى، يعني خداو مني تقريبا واحد 20 دقيقه حتى يتحمروا ويكتسبوا واحد اللون ذهبي جميل. والرائحه ديالهم راها تبداو تشموها ملي تيطيبوا، راه تبدا تخرج هذيك الريحه ديالهم من الفرن تتشموها نتوما اثناء عمليه الطهو. ولاحظوا معايا النتيجه راها غزال بزاف، خبزات اللي تيجيو طريين شي حاجه لي طوب ورائعه، ينفعوا في هذا البرد بفعل هذوك الحبوب اللي فيهم، فهم مزيانين لينا خاصه كما قلت لكم لهاد النزلات ديال البرد. شي حاجه لي غزاله تصلح للكوتيك ما تصلح للفطور. نتمنى تجربوا الوصفة. بصحتكم والسلام عليكم.